انت طالق، طالق بالتلاتة. جملة قد يظن زوجان أنها تنهي معاناة أو تفتح باباً وردياً للأمل، متناسين أو غير مدركين في أحسن الظروف أنها بأي طريقة قيلت هي لطمة على وجه الأبناء. الطلاق وفقاً لبعض الدراسات أقصى شيء على نفسية الطفل بعد وفاة أحد الوالدين. الحرب التي عادة ما تبدأ قبل إرهاصات الطلاق، ثم مرحلة الطلاق في حد ذاتها، ثم ما بعد الطلاق، تضع قائمة من صنوف المعاناة لدى الأبناء، تبدأ باضطرابات السلوك، الشعور بالفقدان والغربة، الإحساس بالذنب، الغضب، وصولا أحيانا إلى محاولة الانتحار. يتحدث من مصر، وأعتقد أن لك تجربة خاصة حتى يا شريف، تفضل. نعم، ازيك يا استاذ محمد. يمكن زي ما حضرتك قلت ان الموضوع ده يمكن شديد الحساسيه لدى الابناء صغير السن. يمكن انا واخواتي يمكن كنا خضنا هذه التجربه، اللي هي يمكن على ما اعتقد انها اثرت علينا بالايجاب مش بالسب. الطلاق كانت تجربة إيجابية كيف؟ يعني أعتقد أن هذه المرة الأولى التي سأستمع إليها لهذه الجملة، لكن خلينا نستفيد، ما هي الإيجابية؟ بص حضرتك، هو أولا الحياة كانت مستحيلة، مشاكل بشكل متواصل، كون يعني أنا على المستوى الشخصي ما كنتش قادر أتحرك بشكل إيجابي، لا ما كنتش بعرف أذاكر، ما كنتش بعرف أنزل أطلع، كان في مشاكل كتير لدرجة ان احنا قررنا كلنا ان ما يعني يستحيل الحياة بالشكل ده. بالتحديد يا استاذ محمد، كيف يتأثر الطفل عن مجال التعليم، كيف يتأثر الطفل، ما الذي تلاحظه عليه؟ نعم، هناك شعور بالغربة وعدم الانسجام مع بقية الأطفال داخل الفصل، وكذلك عليه حالات من القلق ولا يساير الدروس بما يجب كمثل الأصدقاء، ثم يحس كذلك بأنه عنده نقص في حياته، أي أنه ربما الأصدقاء في الساحة أثناء الاستراحة يسمع بعض الكلمات النائية في حقه، وهذا يعني كلما ازداد سنه في هذه المرحلة يعني يزداد تعقيدا ويزداد عزلة وقلقا. هل تختلف أو كيف تختلف التأثيرات من طفل إلى طفل؟ نرى طفلان كلاهما خرج من بيت منفصل، أحدهما ينهار تماما والآخر مثل شريف الذي تحدث إليه منذ قليل يتعامل بإيجابية. شوف، يعني كل اللي سمعته على البرنامج أنتم عم تحكوا عن الطلاق وتأثيره على الأبناء، أكيد الطلاق تجربة قاسية، تجربة يعني تنهي علاقة أسرية، تنهي أسرة، صح ولا لا؟ هلا اذا انا في اخوان اثنين، واحد طلع استفاد من الخبره ايجابيا، واحد طلع استفاد سلبيا، اوكي؟ هلا هذا ما يسبق تجربه الطلاق، هدول الاولاد كانوا عايشين بجو اسري مشحون، مليء بالخلافات الاسريه، صح ولا لا؟ طبعا. ما اجى بيوم وليله قال والله احنا بدنا نطلق بكره فجأة، اكيد بالضبط. هذا بده يكون مارق سلسله من المغامرات، من المشاكل، من المشاحنات بين الاسره. قديش واحد من الأبناء قدر يتعامل، أو قديش كان ماخذ حنان وعطف ورعاية من والديه أثر عليه في المستقبل، فيعني بيختلف على الفئة العمرية، عرفت علي؟ فهلا أنا لما كنت صغيرة كان أهلي كثير، يعني كنت أشوفهم قديش هم مناح مع بعض وقديش كانوا دايماً علي، صارت المشاحنات هاي، أخوي اللي أصغر مني ما وعي على الجو اللي أنا وعيت عليه، فكل واحد قديش بيكون تعرض بحياته الأسرية هي اللي بتخليه قادر على أنه يستفيد من الخبر اللي طلع منها.